أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال من سولت لكم أنفسكم أمرا فاصبروا والله المستعان على ما تصفون. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بسم الله الرحمن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله.